بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي أحبتي، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. شباب، نحن اليوم رح نبدأ أول حلقة من السلسلة اللي نحن قلنا لكم من نقوم بالدورة التدريبية اللي حكيناها بالفيديو الماضي. طبعا أول شيء رح نبدأ بالسلالات، لأنه معرفة السلالة اللي بتناسب منطقتنا هي كتير شيء مهم لحتى نحن نعرف وين رايحين وكيف شغلنا وعلى أساس نحن رح نشتغل. طبعا السلالة رح تكون مناسبة لمنطقتنا بغض النظر عن منشأها، هذا أمر. الأمر الآخر، طبعا نحن السلالة بهمنا فيها خمس شغلات، اللي هي أن تكون جميع العسل، أن تكون هادئة الطبع، أن تكون مقاومة للأمراض، أن تكون سريعة التطور، والسلوك الصحي يكون جيد جدا. أول شيء رح نبدأ بالسلالات الأوروبية، بعدين رح ننتقل على السلالات بفيديو تاني، رح ننتقل على السلالات الشرقية والشرق الأدنى، آخر شيء رح نحكي عن السلالات الأوروبية، عفوا الأفريقية. طبعا شباب، السلالات الأوروبية هي ثلاث يعني سلالات، اللي هي السلالة الألمانية أو النحل الأسود، السلالة الإيطالية، والكرانيولي. طبعا شباب رح نبدأ بالنحل الأسود أو السلالة الألمانية. طبعا منشأ شمال أوروبا وجبال الألب. خلينا نحكي عن صفات النحل، لأنه صفات النحل أو شكل النحل لحتى نعرف إذا شفنا نحل نعرف نميزها من أي سلالة دون الرجوع إلى الملكي أو النظر إلى داخل الخلية. طبعا أول شيء نحل الألماني بيكون صغير الحجم، أسود غامق، في عنده ثلاث حلقات لون أصفر أو أصفر غامق، فهذا ويكون في عنده أوبار يعني مائلة للبني. خلينا نشوف الشيء الأهم، أنه هل هو جميع للعسل، هل هو هذا. طبعا احنا بهمنا يعني بهمنا اولا واخيرا يعني تطوره وجمعه للعسل. الالماني او الاسود مثل ما حكينا رح نحكي عن صفاته. اول شيء عصبي شرس، في عنده يعني ركوع سرعه الجري على الاطارات، اجزاء الفم قليله، هذا اذا دل على شيء بيدل على انه غير جماع للعسل. في عنده يعني ميال للتطريد، كمان ميوله للتطريد، كمان هذا حالي يعني سيئة فيه، لأنه كمان بيروح النحل. كمان في النحل، أنا طبعا ربيت هاي السلالة وكل هالأم اللي عم بعطيكم إياه بشكل يعني عملي، بترفع الإطار النحل على طرف الإطار من الأسفل والحضني شبه النحل هجرة، ممكن يشكل كرة تسقط على الأرض. نمو بطيء، يعني الخلية ما بتتطور بسهولة. كمان في عنده ايمت بتطور، بتطور اخر الموسم، نحن ما بنكون استفدنا شيء، بنكون نحن روحنا الموسم. كمان بيستهلك، هاي كمان سيئه كثير فيه، يعني طبعا ما بيختم الاطارات، يختم الاطارات بيكون عنده صفر. ممكن انه في عنده بعض الحسنات، اللي هي ممكن انه يعيش بالشتاء على اطارين او ثلاث اطارات، فهذا يعني ميزه فيه كثير كويسه. الميزه الثانيه عنده مقاومه للفاروا وعنده مقاومه للامراض. فاذا اذا ما نستنتج من هاي النتائج انه النحل الالماني يعني جمعه للعسل قليل، فلذلك هذا النحل الاسود الالماني اذا ما تهجن او ضافت الى جين اليه جينات، فانا بعتبره من السلالات السيئه. هلا رح انتقل على النحل الكرانيولي. النحل الكرانيولي، انا من عشاق النحل الكرانيولي لما فيه من صفات جميله. طبعا منشأه النمسا وشمال يوغوسلافيا. لونه، اللون يمتاز باللون الاسود الغامق، وعلى الحلقتين الثالثه والرابعه بقع بنية. طبعا خلينا نحكي عن صفاته. اول شيء جميع للعسل بشكل كثير منيح، وهذا الشيء نحن بدنا اياه. هادئ الطبع، وهذا الشيء نحن بدنا اياه. ميال للتطريد، ولكن ميوله للتطريد يكون نتيجة قوته، لأنه النحل الكرانيولي ينشط في بداية الربيع وبكميات كثير كبيرة، يوصل لمرحلة بيطرد من كثر الضغط داخل الخلية، فهذا الأمر بخلينا أنه نتابع النحل بشكل كثير منيح لحتى نخرب الشرانيق الملكية، لحتى نحن ما نخسر نحل، وهاي الشيء فينا نسيطر عليه. عنده شغله كثير كويسه، الحضنه بتكون يعني لونها ابيض ناصع،
حتى الشمع اللي بيسويه كمان لونه ابيض ناصي، هذا الشيء بيميز النحل الكرانيولي بشكل كتير منيح. كمان في عنا النحلة كبيرة الحجم، إذا كانت كبيرة الحجم فإذا في عنا معدة كمان كبيرة، فلذلك عنا مثل ما حكينا جمع للعسل يتوزع على الإطارات وبشكل كتير جميل وكتير يعني حلو. ممكن أنه نلاقي أنه الملكي إذا رفعنا الإطار بشكل يعني سهل. كمان إذا بدنا نشوف مورد اقتصادي ثاني اللي هو حبوب اللقاح، كثير نشيط بجمع حبوب اللقاح النحل الكرانيولي، ينشط أصلا عند يعني توفر حبوب اللقاح، في ميزة كمان كثير كثير مميزة وحلوة بالنحل الكرانيولي أنه لا يميل للسرقة مثل النحل الإيطالي وغيره. هلا رح نشوفه، هلا نحن هيك بكون ختمنا النحل الكرانيولي، رح نبدأ بالنحل الإيطالي ونتعرف عليه. شباب النحل الإيطالي، النحل الذهبي أو النحل الأشقر الحلو كتير، أنا كمان من عشاق النحل الإيطالي وعلى رأسا اللوكوستيكا. فهذا النحل لونه منشأه طبعا إيطاليا، لونه ذهبي، لونه أصفر، في حلقات اثنين سود. طبعا حبة النحل أو شكل النحلة كبيرة إلى حد ما. طبعا هادئ النحل يعني هادئ الطبع، بيجيب عسل لا بأس بالعسل اللي بيجيبه. طبعا هون في عنا موضوع كتير مهم بالنسبة لجيب العسل، بده النحل اللوكوستيكا مراعي طويلة، بده مراعي غزيرة، بده مراعي رحيقية لحتى يجيب لك كميات كتير كبيرة ويضاهي النحل الكرانيولي إذا توفرت له هذه الشروط. في عنا كمان شغلة كتير يعني مميزة انه بيدخل بالشتاء بطوائف كتير او بعدد اطارات كتير كبيرة، فهذا الشيء بيخليه ينطلق بالربيع بشكل يعني كتير مبكر. انا بنصح الاخوي اللي عنده الربيع مبكر او دفء بالجو في بداية الربيع المبكر يربوا لوكوستيكا او ايطالي لانه يناسب هاي الظروف. كمان عنده ميزة، كمان بتلاقي الشمع اللي بيغطي فيها الحضنة كمان لونه أبيض وناصعة البياض، مقاوم للأمراض، مقاوم للفاروة أكثر من النحل الأسود الألماني أو الكرانيولي. فهذه الميزة كتير كتير مميزة فيه. أحيانا بنلاقي نحن طوائف الكرانيولي أو الأسود بشكل عام يعني بتنهار نتيجة الفاروة، ولكن النحل اللوكوستيكا أو النحل الإيطالي السلالة الإيطالية بشكل عام هي مقاومة لهاي المرض، وخاصة كمان إذا ما نحكي عن النوزيما لأنه هو يعيش بالمناطق أو ينشط بمناطق الشبه يعني انخفاض درجات حرارة أو الشبه الباردة. هون في عنده ميزة كتير كتير سيئة فيه، هو ميال للسرقة. النحل الإيطالي نحل حرامي سراق، يعني إذا في عنا نحن نحل خمس خلايا أو عشر خلايا أسود في عنا خليتين ممكن أنه ياخذ لهم أو يسرق لهم المخزون داخل الخلية، من غزة منلاقي انه ما في. لذلك هذا النحل يستهلك كتير كبير، يستهلك كميات كتير كبيرة، وهذا الشيء نحن منلاقي بفصل الشتاء. يعني نفس المخزون بيكون لخلية سوداء ومنحطه لخلية شقراء، فبيستهلك كتير كبير، استهلاكه كتير كبير، مثل ما بيجيب عسل كتير بده يستهلك كتير، وهذا أمر طبيعي. طبعا في كمان ميزة كتير كتير سيئة فيه، انه في فصل الجفاف او فصل ارتفاع درجات الحرارة بتراجع بشكل كتير كبير، وهاي ميزة انا بعتبرها سيئة جدا جدا بغض النظر عن جميع مساوئ يعني النحل او سلالات النحل، في هاي الصفة سيئة انه بتراجع. طبعا احنا بس خلصنا بعض يعني الازهار الرحيقية او المحاصيل من مواسم الأزهار الرحيقية الربيعية المبكرة، نحن في عنا مواسم صيفية وصيفية متأخرة، فنحن بنخسر النحل وبتراجع النحل، قد يكون 20 إطار يتراجع إلى 7 إطارات، وهذا يعني نحن بالحالة نكسب موسم الربيعي الربيعي فقط من الجني أو من المواسم. وهيك نحن شباب بنكون خلصنا السلالات الأوروبية. بالفيديو القادم إن شاء الله رح نتكلم عن السلالات الشرقية أو الشرق الأدنى. طبعا نحن من يعني من الطبيعي
أو من الضروري أنه نحكي عن السلالات لحتى نتعرف على شيء شو نحن عم نشتغل. وهيك نحن شباب نكون خلصنا. لا تنسوا الاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس وشاركة الفيديو لحتى البدو ينضم لنا من الأشخاص اللي بيحبوا يقوموا معنا بهالدورة يكونوا يتفضلوا معنا. وأهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.